مفيدة دي بقى هي الملاك بتاع عيلتنا اللي ما اقدرش استغنى عنه. وهي ملاك فعلا. سميرة كلمتنا عن حضرتك كتير وقال لنا انك اشطر واحد فيهم. ربنا يساعدكم كلكم يا ابني. دي دراسة صعبة قوي. دي سميرة يا حبة عيني ما بتهمتش ساعة واحدة. انا عارفة بس كان لزومه ايه تحكيم رأيها على الطب ده. ماما استحملت كتير عشان ادخل كلية الطب. عشان كده بسميها البطلة. الورث الهايف اللي ورثناه عن ابويا اتفتفت على الورثة. وده احنا عايشين على امل نكسب قضية بيت صغير في المنصورة لنا فيه الربع. بعد عمر طويل بقى ان شاء الله. تصور القضية بقالها 20 سنة. ولسه. ما هو المحامي بتاعنا يا اختي لاعبي ومش نافع. بس كل يوم والتاني رايحة جاية على مكتبه. هو مين المحامي بتاعكم؟ محمود تهامي اللي في الجيزة. اصله قريبنا من بعيد وبيساعدنا في القضية. وانما انا بدي نحول القضية دي المحامي تاني. اصله واد وارث ومش بتاع شغل. يا ترى افتكرت الجبير الدواء يا بنتي؟ بكره باذن الله يا ماما. اصل الدكتور عبد السلام ما جاش النهارده. الدكتور عبد السلام بتاعنا؟ ايوه. بتجيله عينات دواء جديد للكبد باخدها لماما. اصله بيحبني يا سيدي. الدكتور عبد السلام؟ ايوه. ايه غريبه؟ ده كتب في عينيا بس 7 قصايد شعر. النبي ده انت عينيكي تستاهل 100 قصيده. مفيده دي اصلها الشيخه بتاعتنا. والنبي يا ابني انا قلبي انفتح لك. باين عليك ابن ناس طيبين. عقلها. انا خايفه لا يكون الاستاذ ده بيضحك عليها. ما تخافيش عليا يا روح قلبي. تعالي يا مجدي افرجك على غروب الشمس. المنظر من هنا يجنن. اهو المنظر ده الحاجه الوحيده اللي مخلياني استحمل السكن هنا.